السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هام جدا وعاجل من عارف مشاكره، بوست جديد على حسابه الرسمي على الفيسبوك بيقول: الرجاء من كل شخص دخل صفحتي لاجل ملف الجزائر في المونديال ان ينسحب من الصفحه، بارك الله فيه، باستثناء جيش الامل. انا صحفي استقصائي واعلامي معروف يسلط الضوء على كل المواضيع واختصاص السياسه والفساد، اما ازلام المخزن انتظروني على منصه اليوتيوب الرسميه، لن ترون الراحه بعد اليوم. اما الجزائريين شكرا لتفهمكم، ومن لم يفهم يخبط راسه للحيط. ده كان كلام عارف مشاكره على حسابه على الفيسبوك. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات فهمتوا ايه من كلامه، وماذا يقصد وماذا يعني بمن فهم ومن لم يفهم. ولا تنسوا الاشتراك ولايك شير بارتاج للفيديو، والسلام عليكم.